الموعود لحسم بطولة كأس إسبانيا. الفريقان الأفضل في البطولة وجها لوجه من أجل حسم اللقب. هل ستكون المباراة في نفس التوقعات؟ هذا ما ننتظره. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا أينما كنتم. اليوم نلتقي من ملعب سانتياغو برنابيو، حيث تشاهدون الأجواء المميزة وتتابعون المباراة التي تلعب في طقس جميل ورائع جدا. معكم فارس عواض أحبائي المشاهدين في تغطية حية ومباشرة مع هذه المباراة الإقصائية لبطولة الكأس. الملكي ريال مدريد يواجه فريق أتلتيكو مدريد. المشوار لم يكن سهلا، الطريق لم يكن ممهدا في كأس إسبانيا حتى الوصول للنهائي. الآن مباراة الحسم، اللحظات الأخيرة، من سيتوج بالتأكيد ويرفع الكأس لدخول التاريخ. هي مباراة كل شيء في هذه البطولة والكل عليه. ممكن يتحقق النتيجة. أنطوان كريزمان مستحيل التصدي من كيبا، ردة فعل مثالية سريعة جدا من كرة جات من مسافة قريبة. المراد الموجود في وسط المنطقة كانت قريبة جدا من المرمى، فرصة خطيرة جدا، كان عليه أن يضربها داخل الشباك. وصل الكرة براسه لكن فشل في توجيهها داخل المرمى. المرمى يتمكن من إمساكها بسهولة. السلطة على فينيسيوس جونيور ومكرر لك الكثير في مباراة اليوم. تتكلم عن لاعب سرعات كبيرة جدا، عن انطلاقات راح يكون لها تأثير كبير في مباراة اليوم. يورينتي فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. يتمكن الحارس من إيقاف التسديدة. في توقيت مثالي بيقطع الكرة. أنطوان غريزمان دقيقة واحدة وقت مضاف بدل ضايع.
الصافرة الآن تعلن انتهاء شوط اللقاء الأول. نعود إلى ملعب سانتياغو برنابيو وانطلاقة الشوط الثاني. كارفخال بشتته، تدخل ممتاز من المدافع يقطع الكره العرضيه، استغلال جيد للجناح من الفريق الملكي، فرصه للتقدم في المباراه. الله على هذا التصدي، ايقاف خطوره الكره هنا ومنع استقبال هدف اخر. كرة تضيع من جانب اتلتيكو، فرصة لبيلينغهام، اوبلاك يتصدى لكن ما زالت خطيرة، وهذه المرة تضرب الشباك، تألق الحارس للمرة الأولى، لكنه لم يكن كافيا في الثانية. نلقي نظرة أخرى على الهدف هنا، ونشاهد فرصة أولى كانت تصدي لها في الموعد، لكنها ظلت خطيرة بسبب المتابعة السريعة والكرة في الشباك. يرفع من معنويات هذا المدرب ويجعل ايضا في سعادة كبيرة جدا. النتيجة الان 2-1 والكرة تعود الى منتصف الملعب. ساول تشكل خطورة أكبر على المرمى. تدخل خاطئ قد يحصل على بطاقة. ضغط ممتاز، استعادة للكرة ضمن كرة الهجوم. وصلت إلى ديبول، بنفذ الركنية، كيف تصدى وما زالت خطيرة، كانت خطيرة جدا قبل ان يكون هدف، لكن تحول الى مرمى المرمى. حان وقت الذهاب الى كرسي الاحتياط بعد قرار التغيير. بتدخل يسترد هذه الكرة بهدوء. بينية جميلة، عرضية بيوقف في ألابا، عرضية بتتخلص لكن ما زال الضغط. ريال مدريد يفقد الاستحواذ الآن. لورينتي سبع دقائق على نهاية هذه المباراة، خطيرة الآن. مولينا
كرة عرضية لكن لا يوجد من يتابعها. تدخل سليم لإبعاد العرضية. وهذه السطرة نهاية المباراة لتبدأ المفضل على منصات التتويج. مبروك لكل الفائزين. لحظات كبيرة في الملعب، لاعبون يتوجهون من أجل تحية هذه الجماهير الحاضرة العاشقة المحبة. شوف الجماهير، شوف الثقافة، شوف كيف تقف خلف من يقف خلفها من أجل تحقيق الألقاب. علاقة الجماهير باللاعبين علاقة لن يفهمها أحد سوى مشجعو المدرجات. الأبطال، الصورة التي ستظل في الأذهان، الصورة في التاريخ، الصورة التي ستحفر مع كأس البطولة على مر السنوات.